ازيك يا عبد الحكيم باشا؟ رجلك خدت على البيت يا حضرة المأمور. ايه خير؟ فيه تاني؟ والله في بلاغ ضد الست جبرية وشهود بيقولوا ان هي اللي قتلت دلال. شهود؟ وانا اسف، لازم اخدها معايا عشان ناخد اقوالها. احنا هنرجع نعيد ونزيد في الكلام ده ولا ايه؟ لا، المرة دي الموضوع مختلف. ده امر نيابي يعني ما فيهوش كلام. يعني ايه؟ يعني لو ما جاتش معانا بالذوق ومن غير شوشرة هناخدها معانا بالعافية. خبرها يا عبد الحكيم؟ هتسيبهم ياخدوني على النيابة زي الحرامية والجتالين؟ معلش يا جبرية، ده جنون. أنا عارف متوكد حضرة المأمور بيعمل كده غصب عنها. هما كلمتين زي ما أنت بتقول يا بيه، ينفعش يعني ناخدهم هنا ونخلصوا؟ يا ست جبرية، أنت على راسنا من فوق. راسي إيه وأنت جاي تقول إن أنا قاتلة قتيل؟ يا ست جبرية، دي كلها إجراءات شكلية، والنهارده آخر اليوم هتكوني في البيت. آخر اليوم؟ يعني إيه؟ أنا ممكن أبيت هناك ولا إيه؟ ست جبرية ركزي معايا، زي ما قلت لك دي كلها إجراءات شكلية، وبعدين البلد كلها عارفة أنت مين ومرات مين، ست محترمة. محترمة منين عاد؟ البلد كلها شايفة مرات عبد الحكيم راح على النيابة. بس أنا عارفة مين اللي عملتك ده. هي كريمة، مفيش غيرها. ناشا كريمة، طار بيني وبينك لحد يوم القيامة. تعال يا جبرية، تعال معي، تعال. تفضل تفضل حضرة المأمور، تفضل. تعال يا جبرية. يتم حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق. أنت بتقول إيه؟ بالراحة يا جبرية. وإيه اللي بالراحة؟ على هي اللعبة. لو جبرية باتت في الحج ليلة واحدة يكون مولع في الجسم اللي فيه. ايه قولك؟ بلاش الكلام اللي بتقوله ده يا حاج. انا لولا عارفك ومقدر الظروف انا كنت خدت الكلام ده ضدك. يعني ايه؟ هعتبر نفسي ان انا ما سمعتش حاجه. تسمعي ايه وما تسمعش ايه؟ تعالى اوعى يدك في ايه؟ تعالى اذنك، نزل يدك. اتفضل. تعالى يا حاج. اوعى يدك. اتفضل يا حاج. يعني انا حبيت في الحجز؟ للاسف. انت شفتيني وانا داخله معاها الطاحونه؟ ايوه شفتك بعينيا دول. ارجوك يا حاج يا حكيم ما تعملش حاجه تاخد عليك. انا هين علي ادخل اطخ الحرمه اللي جوا دي، والشهاب يقول انها كدابه. دي مزقوقه علينا. سيبنا نتصرف يا حاج حكيم. تصرف كيف يعني؟ وانا هستنى ايه؟ ها؟ لما يحبسوا جبريه ويقول عبد الحكيم ما عرفش احنا مرته. اللي عمل اللي عمله دي عايزك تعمل اللي انت بتعمل دي. اللي صلتها عارف ومتأكد ان انت مش هتقبل ان جبرية تخش يوم واحد السجن، وعايزك تهدد وتتهور عشان تخش السجن. عموما انا هحاول اخرجها بضمان محل السكن او بكفالة. هي بس البيت الليلة دي عمل ما خلص ان شاء الله. يعني برضك تبات في الحجز؟ يا حاج عبد الحكيم لازم تهدى عشان نعرف نفكر. وبعدين الست جبرية ست شديدة وتستحمل جدك ده مليون مرة. طب ايه اقولك؟ ان الغجر دول مش هيقعدوا ليلة واحدة في البلد دي. وبكرة الناس تقول، بكرة تعرف عبد الحكيم لما يطلع من هنا هيعمل ايه؟ هولع فيهم كلهم. ها؟ مش عايزة أي حاجة يا ست جبرية؟ أكتر من اللي أنا فيه لا يا بيه، ما عايزاش، عايزك سالم. احنا مرضناش نحطك في الحجز علشان عارفين انك ست محترمة، واللي حصل ده اكيد كان سوء تفاهم. انت من عيلة كبيرة والحاج عبد الحكيم معروف وسمعته سابقاه. احترمت ايه؟ وخلاص عاد عادش فيها لا محترمة ولا غيره. لو انا محترمة ما كنتش بيت في الحجز ولا ليلة. ما تقوليش كده يا ست جبرية. طيب مش عايزة حاجة؟ تشكر يا بيه، ما عايزاش حاجة. خلاص روح انت بالسلامة. ماشي يا كريمة، يا نايمتي.